راح نروح للقضية الثانية، وهي قضية ماهيش بعيدة عن القضية الأولى. رئيس الفاف يعني سمح وحتى مشى مع اللاعبين بين قوسين، نتأسفوا على هذه التسمية وهذا التفريق، لكن حتى نوضحوا القضية الثانية، مشى مع اللاعبين المغتربين في المنتخب الوطني في حين لاعبين محليين ارتكبوا أخطاء بسيطة وبسيطة جدا، تم معاقبته في سياسة الكيل بمكيالين من قبل رئيس الفاف والاتحاد الجزائري لكرة القدم. خلينا نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. اعبث كما تشاء، تمرد، غير المدرب وقرر على هواك، فحصانتك جواز سفر أحمر اللون، واترك العقاب كله للمكتفين بالجزائر بلدا. عبد المؤمن جابو، زين الدين فرحات، رامي بن سبعيني وغيرهم من سقطوا ضحية لسياسة الكيل بمكيالين المحببة لدى الاتحاد الجزائري ورأسه الأول محمد روراوة. لاعبون وإن اختلفت أسباب تهميشهم، يبقى الأصل واحد، شهادة جزائرية في أبجديات الكرة هددت مشوارهم الدولي في بلدهم الأم. أيقونة الهضاب العليا أو ميس الجزائر عبد المؤمن يجرد من قميصي الخضر، والسبب رده على تجاوزات غوركيف مست احترافيته وانضباطه. يكفيك أن تكون محلياً لتبعد نهائياً من صفوف المنتخبات الوطنية، هو عنوان رواية زين الدين فرحات الذي غير الوجه احترافاً، لكنه نسي أن الجري وراء الحلم في فلك السياسة الكيل بمكيالين هو انتحار دولي. وعندنا أيضاً الجري وراء الأفضل ذنب، فحتى الكرة الذهبية لن تحميك في حال ربطتك علاقة مع شخص صار عكس تيار روراوة وأهدافه. والحديث هنا عن متعددي المناصب وصمام أمان رينا الفرنسي رامي بن سبعيني خريج مدرسة بارادو. غلط خلص كما يقولوا، اللي دار حاجة مش مليحة يطبق عليه القانون. كاين ديفيرونس بين بيليلوك واللي جوا اللي جا من فرنسا، سي با نورمال، ما لازمش نديرو ديفيرونس. إذا كان كاين لازمش نديرو ديفيرونس. لاعبون دفعوا الثمن غاليا مجانا في وقت أصبح فيه الانقلاب مباحا تحت راية اللاعب المحترف. مصطفى معزوزي، نبداو معك. الأمور واضحة، سياسة، هناك اتهام لرئيس الفاف بانتهاك سياسة الكيل بمكيالين، جابوا انتقاد خفيف كما نقولوا بالعامية لكريستيان غوركيف، تم إبعاده. زين الدين فرحات راح أمضى بدون ممكن إخبار المدرب ولا حتى إشعار الاتحادية، تم إبعاده مدى الحياة. رامي بن سبعيني دفع ثمن الحساسية الموجودة المعروفة ما بين رئيس الفاف ورئيس ناديه السابق، يبعد، في حين لاعبون في غول إبراهيمي يتمردون ويخرقون القوانين داخل المنتخب الوطني، لم يعاقبوا بل أبعد مكافأتهم من خلال تلبية الشروط تاعهم من خلال إبعاد التقني الصربي ميلوفان رايفيت. ألا ترى أن هناك سياسة الكيل بمكيالين؟ شوف الأخ ياسين، تكلمناها عدة مرات. دابور احنا لازم نكونوا لكن جامي توضحت كما انا بلوزيور فوا، انا عندي بزاف الناس يلوموني باسكو جو دي جو بونس، ونزيد نكررها. لاعب ياك بي ناسيونال اللي يجي الجزائر باقتناع على العين والراس، ايل سو الجيريان، مرحبا به، باسكو اون ايدونتيتي لازم كاين. اسمع لي مصطفى، اون ايدونتيتي، اون ايدونتيتي، الهويه ما تنيغوتيهاش، سوا تو يارجي سوا تو لي با، هذاك على العين والراس. بصح ما نغطيوش الشمس بالغربال، لا بلي بار دي جوار ماشي كل لا بلي بار جاو باسكو زو ايتي موتيفي فينونسيرمون. عبالك الجوار بين ماشي كل لاعبين حتى ما نكونوش ضامنين، كاين دي جوار كي يجيو للفريق الوطني عنده اون بريم، عنده اون بريم باش يلعب في الفريق الوطني. وزيد لكم يا اخي، تكلمتها في الحصه السابقه، قلت لك انا وين غاضني الحال كجزائري،
انا كي نشوف مصطفى كويسي في 82 ما كانوش المشاكل هذو، كنا نخمو غير على الاعلام فهمت. لا كانوا مشاكل في المنتخب الوطني. مصطفى معزوزي ما تصورناش الفتره تاع الثمانينات كانت ذهبيه، لانه حتى اللاعبين السابقين هناك مشاكل تم كشفها مع مرور الوقت. كان مشاكل في مونديال المكسيك، مونديال المكسيك ما كانش كيما هادو، كيما هادو ما كانش انشقاقات خطيره في مونديال المكسيك. ليش كاين بصح واش حاب يقول لك الفكره. انا حبيت نقول لك لو كومبلكس دو جون بول هذا بركات بركات السير وراوا حب يقولنا باللي كو كان ماشي لا بوليتيك جو تو بروفيسيونيل تاعو ما سعاوش فريق وطني. انا كيش زفان لاريير دروا هذا ولا غير بكيت علاش؟ باسكو والله نحكمنا نبورت كان جوار لوكال ادروات غير عدو بلاصتو صح، ما نكذبوش. ونزيد لك الاخطار كيفاش زين دي فرحات راح نيغوسيا ياك ان كونترا بوتيتر سي 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 سا كارير كي تي اون جو راح لو هاف وتفيد المنتخب الوطني مستقبلا. عاقبته مدى الحياة وطهرت جل الستاج في سيدي موسى ولا في اوتوريزي يروح ينيغوسي مع اونجي ولي وزيد لك لامية على بالك باللي كانت تمرض الشعب اللي يشوف لافيريتي لي جوار ميم لي بريم محمد لي بريم فوك لي بريم دو كاليفيكاسيون ولا لي جوار لوكو بالديما لي جوار بيناسيونو اون يورو صح بيان سور صح. انا هو دي جي لانونسي لا بريم كاليفيكاسيون دولار يا اخي. الجزائر عندها عمله قلتها ونكررها السير وراه الى دي باسي لا لين روج لازم يتحاسب هذا السيد ماشي فرعون تاع كره القدم او ولا السلطات هذو يحبوا الخير للبلاد. ونقولها لكم اليوم انا مع السياسه هذه ما تكاليفي ما نحوش لا كوب دي موند نشوفوها في التلفزيون وتحمل المسؤوليه تاعك. محمد خزروني لطالما كان الحديث عن سياسة الكيل بمكيالين راك تضحك لأنه مصطفى مازوزي كاعدته بصراحة تاعو. محمد خزروني لطالما كان الحديث عن سياسة الكيل بمكيالين أعطينا أمثلة تاع واقع لاعبين محليين ارتكبوا أخطاء حتى هناك البعض ما ارتكبش أخطاء لما زين الدين فرحات يلتحق بلوهافير ويحسن المستوى تاعه وراح يفيد المنتخب الوطني يتم إبعاده مدى الحياة ولاعبين كما قلنا يتمردوا ولا واحد يحاسبهم بل بالعكس تلبية الشروط تاعهم من خلال إبعاد رايفيس وحتى المدرب المستقبلي للمنتخب الوطني اشترطوا على أنه يكون فرنسي. شوف حتى في البطولة تاعنا وراي مرمدة دونك باش تعرف بلي كل شيء راه مبني على الفريق الوطني الجزائري. ما يهمش اسيدي نبنوا الفريق الوطني الجزائري بصح نبنوه بلي بلي ناسيونو وبالناس اللي تنشط في البطوله الجزائريه. حنا ما كناش حابين يكون الكلام عن التفريق لكن هناك واقع ولا طالما المحليين اشتكوا من التفريق نشوفوا انه هناك فرق في المنتخب. الله يرحم والديك دوك انا حاب غير باش ما تقطعنيش باش نوصل لك اللي بي ناسيونو جزائريين واللي لعبوا في البطوله الجزائريه جزائريين. كاين اللي عنده غيره كما قال مصطفى كاين اللي عنده غيره وكاين اللي جا على جا دراهم جا وكاين اللي جا جا انه يحب الجزائر وكاين اللي جا ودا الدراهم ونعرفي كيف ادى الدراهم لا بيبليسيتي الدنيا الناس دات. كاين اللي جا باسكو مش مقتنع انه يجي على جال فلوس وراهو على بالو شو يدير. واش نهي الحاجه اللي ماهيش تفرع في الفريق الوطني علاش جوجي لي جوار الجيريان اللي يشطوا في الشامبيونات تاع الجزائر تولي سانكسيون تدير ضربه واحده وهما تشوف بلي كاين ديفيرونس ما بين اللاعبين كيما فرحات هذا ما مدى الحياه حتى جابوا حتى ما ديرش لاعب جابوا حتى عبد المؤمن جابوا وجه انتقاد بسيط لكريستيان غوركيف وهذه اللي كريات نحكي لك وهذه اللي كريات في وقت كانت سليماني تسيب حتى لي جروب تاع تسيب لي غارديان والجروب سليماني سليماني السوداني تسيبهم حتى في التدريب تسيب لو جروب وحده وتسيب نوتر جروب هذا شكون اللي يكري فيه شو تاع اون كرياسيون تاع من هذه هنا لوبليس يا ناس هذا فريق وطني جزائري لازم قال تحملوا المسؤوليه. احنا ماناش نقولوا باللي احنا ماذا بينا يكون فريق وطني احنا ماناش نستناو الفريق الوطني تاعنا حتى يكون ماشي مليح باش نهضروا عليه نهضروا عليه نهار اللي يكون مليح نهضروا عليه ماشي حتى يكون ماشي مليح. اليوم انا قلت لك لو كان تميز ماركينا الدوزيام بي تاع تاع الكاميرون اسكو اليوم رانا نهضروا هذه الهضره اسكو اليوم الله يرحم والديك اسكو اليوم رانا نهضروا هذه الهضره اليوم راهي باينه شكون يحكم في هذه البلاد. انا عارفين شكون يحكم في الكره الجزائريه انا عارفين وعلى بالنا شكون اللي راه عنده حنا نروحوا نقراو على بالنا يقولوا لنا تدخلوا ما تدخلوش تهضر في التلفزيون ماشي مليح تهضر صريح تهضر صراحه يحاسبوك
نقلوا بليس خلاص هذيك خلاص اسمع خلاص اليوم 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 احنا نحوسوا نوصلوا للشعب الجزائري باش احنا ماذا بينا فريق وطني جزائري باسكو يا نمار فريق الوطني الجزائري لا هذه لا بيريود ما داوالو هذه لا بيريود اللي رانا فيها هذه اللي دي اللي ديزاني هذو من الدوالو ما زيد ندو حتى حاجه نقول لك علاه باسكو يا لي مير جوار لي مويان سورتو لي مويان تاع لا فيدراسيون اليوم بتقول فيدراليه من اغلى الفيدراليات في افريقيا ما عندناش مدرب يسوى هذه لي ماتش تاع الجزائر ما عندناش تجيب لنا اونترينر اللي يكرازي هذو اللاعبين يكرازيهم كيفاش هادو لي جوار علاش ما يبانش انا في الكلوب تاعو اسيدين ستاربيك ابراهيمي راه ماكش تلعب في الكلوب تاعك اسكو راك تهدر اسكو راك دير مشاكل في الكلوب انا نعطيك فغولي ماكش ملعبش في فالونس وملعبش في وسطها اسكو راك دير في المشاكل هادو ما ديرهمش باسكو فما تعرف باللي راك خدام بروفيسيونيل مالك هنا في الجزائر تعلم باللي راك ثاني في فريق وطني جزائري محترم وفي انستركتور كبيره ويعيطوا لها الجزائر مصطفى كويسي الا ترى معي على انه الرئيس الفاف محمد الوراوة هو في ورطه حقيقيه انطلاقا من هو على باله انه انتهت سياسه الكيل بمكيالي من خلال اعتماد على اللاعبين المغتربين اللي سيطروا على المنتخب الوطني حتى تزو هذا المنتخب الوطني من خلال انهم يفعلوا ما يشاءون الا ترى بانه حتى رئيس الفاف ممكن ماهوش راضي بما يقدم عليه هؤلاء اللاعبين واو على باله بلي انه هناك لازم يدير سياسه الكيل بمكيالين لانه في موقع ضعف مقارنه بالسيطره تاع اللاعبين المغتربين على المنتخب الوطني شوف دار روحو باتخاذ هذا القرار دار روحو في ورطه دار روحو دون زي سيتياسيون ياسين ما نقولكش انا نقول لك جامري با اترا سا بلاص ولا اي واحد ما يتمناش ان يكون في المكانه تاعو انا واش حبيت انا نرجع ممكن محمد مقبي تسرع شويه قال له كان ربحنا محمد ما مكن ربحنا تصرف كيما هذا يجي النهار وين يعاود يصرح لانه الامور دهورت قبل المباراه وحتى حتى مصطفى كويسي الامور فجرت قبل المباراه ايه واش حبيت نقول له ما ربحنا تقول لي لا نو سي با داكور تقدر ميم من بعد تخلي طرف تمشي بديك السيره تزيد تضطر للحاله تزيد كونغرينا مزيه مالا اللي طاحت درك اللي طاحت لنا درك خير من المستقبل برك خليني نرجع علاش قلت لك راه في وضعيه وممكن راه نادم نزيد نروح بعيد بالك راه نادم لان تعرف احسن طريقه اللي كان يديرها انا بالنسبه ليا احسن طريقه فريق وطني انت راح تلعب المباراه الاولى وصرا تصرف كيما هكذا انا نمشي مع المدرب ما نمشيش مع العابين مقبل قلت الكوادر يا سين قلت الكوادر والله يكونوا هما اللي خلقوا البالون لان على بالك مجموعه لكن العدد مصطفى قيسي المعلومات اللي عندي العدد جد كبير خمسة. جد كبير انا عندي عدد خمسة تم تسريبه لانه الامر نعطيك خمسة قال انه سبع اسماء هذا ما عندي سبعة تتكلم على والله اكثر يا من نصف المنتخب انا نهضر لك من باب كيفاش يمشي فريق ولا فريق وخاصة منتخب وطني صرات لنا احنا حوايج ماشي بعد الحاج معايش قلت لك من قبيل صرات بعض الحوايج صح كانت اليد من الحديد انا نفكركم 82 حنا كان ليجو هذا دار جا من موناكو شامبيون راس وطار كيفاش بدات روحها 86 صرات علاش قلت لك صراو بعد مشاكل صرات مع سعدان ولافير تاع اللاعبين كلكو جوار برو مع للاخر ثاني يد من الحديد ومن بعد ولات تمشي واش حبيت نقول لك باش نكمل يعني فيها انا كنت جيت كيما رئيس الفيدرالية انا ما كنتش ندي هذا القرار ان نخلي المدرب ولا حب لاعبين الاخر والله غير يتعاقبوا هذه لا مير سوليسيون لا مير ديسيزيون وخلينا لان علاش الامل مازال يا صاحبي الارجنتين خسرت 1-0 في بلادها وصرا ياسين تقلبت الامه ولا مصطفى معزوزي حتى نكونوا كذلك منطقيين وما نكونوش فقط شعبويين لا انا نتكلم انا نطرح لك هذا السؤال مصطفى معزوزي لو نسلم على انه لازم تكون هناك يعني مساواه ما بين اللاعبين المحليين والمحترفين اسكو عندك تاع لاعبين في البطوله الوطنيه لو نحفي غولي ابراهيمي كارل مجاني مبولحي زفان عيسى ماندي غلام هل عندك لاعبين يقدروا يعوضون في المنتخب الوطني ياسين تعرفني انا مصطفى معزوزي ما تهربليش لانه دائما راك تهرب لي نتايا جاوبني هل هناك اسماء قادره على تعويض هذه الاسماء في المنتخب الوطني
انا نوح لك هالبطوله تاعك راهي تمد لاعبين باش يخرجوا لك لاعبين كيما ابراهيمي في البطوله الجزائريه. لازم السياسه تطوير كره القدم. سير وراوا ما هوش تطوير كره القدم. السلطات العموميه تمد دراهم يشروا دي جوات يروحوا يشروا دي جوات يشروا لاعبين ما يعرفش يدير الباس يشري ب 400 مليون. هلا الوراوة هو يتحمل المسؤولية. الوراوة ونعطيك اون بروف ما تقطعنيش بصح خاطر تروح تروح لي زيد ياسين نعطيك اون بروف بلي هذا ما يحبش يشتي لوكال نورمالمون نعطيك مثال. انا جو سيت لي نو انا ما عنديش حق تحفظ نورمالمون كي تكون الكريز هكذا ياك لي جوار داروا لك تمرد هكذا وانت بريزيدون فيديراسيون واش دير؟ تروح لاهل الاختصاص تروح للي زونسي انترناسيونو تروح لواحد كيما محي الدين خالف تستشرو. هذا يفو انيونتير توت لي زونسي انجلوار دو ليكيب ناسيونال. جا الوقت وين الاهانه العظمى باش يشوفوا الجزائري الحقائق تاع هذا السير وراوا يجيب ان اونترينور ناسيونال اي لو باي 100 ميل ولا 150 ميل اورو بار موا لو دي تي ان كي شارجي دو لا بروموسيون دو فوتبول الجيري باسكو لي لوكال هذاك شحال يدي توفيق قريشي 15 مليون للشهر 150 ميل دينار. وعلى بالك بليك المدربين عندك الفيش دو بي تاعهم مصطفى اسمح لي المدربين الجزائريين هذو كيروحوا يجوزوا 16 باش سي قريشي يعطي لهم ديبلوم يخلصوا الله صاف ولات كوميرس ولات بزنيس كيفاش يدير دائما تهرب لي مصطفى ما جاوبتنيش ما عندناش لاعبين شكون يخرج لي لاعبين شكون يخرج لي لاعبين الانديه لازم تكون اون بوليتيك دو ديفلوبمون دو فوتبول. هاو قالهم راهو ايسون فو دو فوتبول دائما تقول ديروا مراكز تكوين كونوا لاعبين ياك ما نحبوش الحقائق باسكو كي الدياغنوستيك ياك الدياغنوستيك هو الصح كي دياغنوستي وراه المال ساهل ندير العلاج. انا متيقن علاش ما في يكونوا كاين المدربين اكفاء يقدروا يحكموا الفريق الوطني. انا ما نعملش هاد السير وراوا افون لي فرون لي زونترينور اترونجي حكموها رجال جزائريين وعطاو الشرف للكره الجزائريه. واحد كيما خالد مسكين واحد ما يروح لعندو ما يستشروش. ربح سعد البارح برك يا ناس في ظل الازمه اللي كانت فيها الجزائر عطى درس في 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 في, في البروفيسيوناليزم في الكفاءه. اليوم سير وراه قال لك ما عندنا اوكي مونترينور لوكال يونتريني ليكيب ناسيونال. واش زاد دار؟ شوف جاب هذا ميلوفان عطى له الفريق الوطني والفريق المحلي. حتى الفريق المحلي لواحد لوكال كيفاش نخرج لك لي جوار انا؟ صحيح هذاك المشكل مصطفى معزوزي للاسف وقت الحصه انتهى. في الاخير محمد خزروني باختصار على ضوء كل هذه المعطيات اللي طرقنا لها والمعطيات المحيطه بالمنتخب الوطني كيفاش توقع مستقبل المنتخب الوطني خاصة في ظل الحديث على أن المدرب الفرنسي بنسبة جد كبيرة على رأس العريضة الفنية للمنتخب الوطني. ممكن الكلام على بول لوغوين على رودي غارسيا لورون بلون ممكن كوربيس وحتى على البلجيكي القريب من المدرسة الفرنسية في الموتس. على ضوء كل هذه المعطيات كيفاش تشوف المستقبل تاع المنتخب الوطني باختصار في دقيقة؟ في الحقيقة ما هي سهلة باسكو باش انك تحبس مدرب في الوقت الحالي هذا ماهيش قا وقتها. ثانيا المدربين المدرسه الفرنسيه احنا مانيش عارف ما كاش ريفيرونس كبيره باسكو سي با دي زونترينور اللي داروا ان غرو باركور. دونك كنا نجيبوا الفريق الوطني كان يستاهل باش يكون عندنا مدرب كبير اسم كبير ولا ما تجيبش صحيح. ولا تجيب اونترينور لوكال باختصار مصطفى. انا حبيت برك على المدرب الناس خطر راهي تهضر برا ولازم دوك المدرب ايوا المدرب درك ياسين على قرابه شهر ما يدير والو ما يدير والو ماشي تحاسب على مباراه نيجيريا لانه نعطي لك غير منطقي محاسبته ما تقدرش تقيم ولا راح يجيب الاضافه صحيح. لاعبين الكره راهي عند اللاعبين احنا واش نقول لهم من هذا المنبر الكره راهي في رجليكم جيبوا المباراه. نتمنوا الخير للمنتخب الوطني لانه منتخب كل الجزائريين ونتمنوا ان الامور تعود الى المياه عفوا تعود الى مجاريها داخل المنتخب الوطني. يعطيك الصحه محمد خزروني. مصطفى كويسي شكرا على كل هذه الايضاحات. مصطفى معزوزي كالعاده مقلق لكن مشكور مشكور على كل هذه الايضاحات. شكرا موصول الجمهور الرياضي الجزائري الكريم على حسن المتابعه تقبلوا تحياتي وتحيات كل الطاقم العامل معي. إلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.